كفانا من الفرقة، كفانا من الفرقة، على الأقل فكروا أنه مصيركم واحد، مصيركم واحد. سور قاسيون المنتخب العربي السوري. السلام عليكم أعزائي متابعي قناة ستار تيوب، لا تنسى الاشتراك في القناة وضغط زر اللايك وتفعيل زر الجرس حتى يصلك كل جديد. أكد الاتحاد السوري لكرة القدم بأنه نهائي كأس الجمهورية يلي مقرر أنه يقام الجمعة المقبل بين الطليعة والوثبي تم نقل المباراة من ملعب الجلاء إلى ملعب تشرين بسبب عطل بأحد أبراج الإنارة، كما أنه رح يكون في مؤتمر صحفي رح ينعقد يوم الخميس المقبل. طبعا بدأ الاتحاد بترتيبات حفل توزيع الكؤوس من خلال كرنفال كبير، من المتوقع أنه يحضر اللقاء جمهور كبير رح يتجاوز 25,000 متفرج. طبعا نادي الطليعة كان وصل لنهائي كأس سوريا على حساب تشرين، أما الوثبي فقد حجز تذكرة العبور على حساب النواير. بالتوفيق لفريقي الوثبي والطليعة بهي المباراة، ونتمنى يقدموا أداء متميز ويفرحوا الجماهير اللي عم تحضرهم. أما عن نادي الكرام السوري مدد عقده مع لاعبه جهاد بسمار لموسمين إضافيين. أما بالنسبة للنجم محمد الواكد تحدث عن المباراة المقبلة لنادي الجيش مع نادي الجزيرة الأردني، وصرح بأنه نادي الجيش لم يحسم اللقب بعد رغم فوزه بثلاث أهداف مقابل لا شيء. وأكد الواكد بأنه لاعبي نادي الجيش رح يلعبوا بنفس الروح ونفس الثقة ونفس الطموح وعينهم على الفوز وما رح يفكروا بالتعادل أبدا. وأكد الواكد بأنه مباراة الرد رح تكون صعبة كتير وما فينا نتوقع نتيجتها، ولكن الواكد أكد بأنه الثقة كبيرة عند اللاعبين وراح يقاتلوا كرجال بأرض الملعب لحتى يحجزوا بطاقة العبور، لأنه طموحهم هو تكرار إنجاز عام 2004. أما عن مدرب الجيش طارق جبان حذر لاعبي من التراخي واللعب بثقة زايدة أو غرور زائد مع نادي الجزيرة الأردني، لأنه كرة القدم مليئة بالمفاجآت ونتيجة 3-0 ممكن تعدي لو تعويضها مثل ما حدث مع برشلونة وليفربول. كما أنه المدرب طارق جبان خايف على اللاعبين كتير من التعب والإرهاق، كما أنه المدرب خايف من الغيابات خصوصا بعد غياب عبد الملك نيزان عن المباراة بسبب نيله بطاقة حمراء في مباراة الذهاب. كما صرح مدرب طارق شبان بأنه يمكن يزج 3 لاعبين جدد بهي المباراة ورح يلعب بتكتيك مختلف رح يفاجئ فيه نادي الجزيرة ومدرب التونسي شهاب الليلي. نتمنى توفيق لنادي الجيش بمباراته المقبلة وإن شاء الله يفرحنا ونفرح سوا بفوزه بهالمباراة. بتمنى لكم كل الخير والصحة والعافية ومنشوفكم بفيديوهات قادمة.